مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم معنا في برنامجكم اليومي برنامج مع الصائمين، كونوا معنا فأهلا ومرحبا بكم. معنا أحد الأخوان، نتعرف عليك. محاسمي جنيد بالقرش. حياك الله، نبارك لك بالشهر الكريم. كل عام أنت بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله بخير، شمعان إن شاء الله. نبي منك نصيحة لأخواننا الصائمين، كيف لنا أن نستفيد من شهر رمضان المبارك؟ والله الاستفادة بفعل الطاعات وتجنب المعاصي، ونجتهد وجد في هذا الشهر، هو فرصة شهر واحد في السنة، إن شاء الله الله يتقبل من المسلمين إن شاء الله. نصيحتك لمن يسرف في شهر رمضان في الأكل؟ والله الإسراف صراحة يعني منهي عنه صراحة، سواء في رمضان ولا بغيره، فهذه عادة سيئة صراحة. أنا أعتب على المواطنين لما يجون البقال ويصير زحمة ويصير هذا منظر غير حضاري أولا وغير إسلامي، فينظرون أولا لإخواننا في الدول الإفريقية الإسلامية، ينظرون لبقية الدول الفقيرة، فيحس بالجوع ويحس بالمعاناة اللي حاسين فيها أخواننا من المسلمين. فأرجو أن الواحد يشتري أو يصرف على قد يعني حاجته حزيده. كلمة عن التسامح. التسامح والله صفة إسلامية مطلوبة، فلا بد على المسلم أن يسامع أخوه المسلم، صف القلوب، فهذه مناسبة الصراحة تكون المفروض فرصة للشيء هذا. مقبلين على العيد طبعا، فاحنا كل إخوان إن شاء الله مسلمين إن شاء الله. ظاهرة تنتشر في رمضان ترى أنها ظاهرة سيئة أو تكثر في رمضان؟ والله الإسراف، متابعة المسلسلات والعياذ بالله الماجنة والمسلسلات التركية زي الـ MBC زي القناة هذه، برضه هناك ظاهرة يعني التفريط في العبادة من قبل بعض الشباب هداهم الله وأصلحهم، فالمفترض أن يستغلوا الشهر هذا كفرصة لفعل الطاعات، هو شهر واحد في السنة المفروض ما يضيعون. كلمة أخيرة أقول شكرا لقناة المرقاب اللي أتاحت لي هذه الفرصة، وكل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية تجمع تنعم إن شاء الله في خير وفي أمن وسلام إن شاء الله بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، والله ينصر المسلمين في جميع بقاع الأرض، ينصر الإسلام. شكرا، ونحن نشكركم ونقول لك كل عام أنت بخير، أنت بخير إن شاء الله، سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام الصالح للأعمال، وأنت بخير إن شاء الله والمسلمين جميعا. شكرا لك. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك. عبد الله بن مشعد عزيز الدوسري. حياك الله يا أخوي عبد الله، أهلا وسهلا فيك، شرفنا أخوي. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. أول شيء أقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد، ثاني شيء أبارك الأخوان المسلمين في شهر المبارك الفضيل، وما شاء الله تبارك الله عندنا يعني المهرجانات والأشياء الحلوة هذه في رمضان المبارك، يعني قائم على جميع المناطق ما شاء الله أخوي، حلوة وشهر فضيل يعني، وفي الأشياء الحلوة هذه المسلمين ما شاء الله كاتفين في الأشياء هذه الحمد لله يعني، والصدقات دائمة والأشياء الحلوة هذه يعني ما شاء الله تبارك الله أشياء زي كذا. أخوي عبد الله، كلمتك لمن يسرفوا في رمضان؟ الإسراف أنا أخوك سواء في رمضان أو غير رمضان يعني شيء مو مستحق فيه، صحيح الكلام هذا. لكن رمضان صيام وعبادة، مو هو مو إسراف، مو إسراف وأكل وشرب، مو أكل وشرب هو إسراف، إنك تبدر بالنعمة وتسوي حاجات يعني زايدة عن المنطوقة، مثلا عندك 4 أشخاص وحاجة تسوي حق 10 أشخاص هذا شيء يعني حرام تسوي الشيء هذا، يعني ننصح إخواننا المسلمين وفاضل الأشياء يعني إذا زاد أكل أو حاجة روحوا تصدقون فيه، يكسبون الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، يعني حاجة زي كذا. كلمة أخيرة، أحب أمسي عليهم وأسلم على إخواني المسلمين. شكرا لك. عفوا لك. معنا أحد الإخوان، تعرف عليك. معك محمد الثيابي. طال عمرك، حياك الله أخوي محمد، نبارك لك في الشهر الكريم. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومن صالح الأعمال إن شاء الله. أخوي محمد، نبي منك كلمة أو نصيحة لإخواننا الصائمين، كيف لنا أن نستفيد من شهر رمضان المبارك؟ والله رمضان شهر فضيل وشهر غفران ورحمة، يعني أكيد العمل والمثابرة على طاعة الله واستغلال هذا الشهر، هذه اللي ننصحهم فيه يعني، مثابرة، الصدقة، البحث عن الفقراء، تصدق عليهم، إفطارهم،
يعني في يمكن نصيحه، يمكن اهم نصيحه يعني يشوف اخواننا العمال والمقيمين، كثير منهم من يبحث عن الافطار، كثير منهم من يجمعون في المساجد بحثا عن الافطار، فاتوقع يعني تقديم الافطار لهم من اعظم الصدقات ان شاء الله، ان شاء الله ربي يتقبلها منهم. ظاهره ترى انها تنتشر في رمضان وهي ظاهره ترى انها سيئه؟ يمكن ظاهره الاسراف في الاكل، هذه من الظواهر المنتشره صراحه من رمضان، كثير الاسراف في الاكل، السفره ما شاء الله تكون جميع انواع، ولا احد قليل الناس اللي ياكلون يعني ما يكثرون في الاكل، هذه يمكن الظاهره. من صحه كلهم اللي يسرفون؟ اللي يسرفون في الاكل؟ نعم. انهم لا يسرفون، او على الاقل يعني اذا كان في اكل زائد تصدق به، او البحث عن المحتاجين واعطاهم هذا الاكل. غيرها من الظواهر؟ غيرها من الظواهر والله هذا اللي يحضرني الان. المسلسلات؟ المسلسلات، التلفزيون هذا اكيد يعني. المسلسلات يعني خلاص صار في رمضان سباق بين القنوات على المسلسلات والبرامج هذه. وصار خصوصا الشباب خصوصا الصغار صاروا الان يعني كلها هم امام التلفزيون. فاتوقع يعني التلفزيون هذا بعد يعني من الظواهر السيئه، والبرامج والمسلسلات كثرتها وتواجد الاطفال امامها من الظواهر السيئه. كلمه عن التواصل وصله الرحم؟ اكيد رمضان شهر بركه، شهر تواصل مع الاهل والاحباب خصوصا على مائده الافطار. فاكيد يعني التواصل في رمضان شيء عظيم. وبعد رمضان يعني كل عارف يعني العيد، عيد الفطر المبارك، هذا ان شاء الله يعني من افضل اوقات التواصل والتقاء الاقارب والجماعه والقبيله. هو مكان وزمن طيب. كلمه اخيره؟ كلمه اخيره اشكركم، واتمنى الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل، ويوفق المسلمين جميعا، وشكرا لكم. واحنا ايضا نشكرك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. امين امين. شكرا لك. شكرا لك. تعرف عليك عقاب مشرع الديابي. حياك الله يا عقاب. الله يحييك. نبارك لك بالشهر الكريم. مبارك على الجميع ان شاء الله. اخوي عقاب، نبي منك نصيحه توجهها لاخواننا الصائمين في شهر رمضان المبارك. والله انصح اخواني الصائمين بالمحافظه على الصلوات في وقتها وتلاوه القران الكريم. وهذا اللي الصائمين. ظاهره تنتشر في رمضان وترى انها ظاهره سيئه. والله الإسراف، وأتمنى أن الإخوان الصائمين عدم الإسراف والتسول في الأماكن العامة، وعدم كثرة النوم عن الصلوات، تأخير الصلاة عن وقتها، هذا اللي ننصح المصلين عنه. كلمة أخيرة؟ نشكر قناة المقاب في تواجدها وحضورها الدائم. واحنا نشكرك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. الله يجزاك خير والجميع ان شاء الله. شكرا لك. من الجميع. شكرا. حياكم الله. معنا احد الاخوان، تعرف عليك. منصور الماكب من مدينه الطائف. حياك الله اخوي منصور. الله يسلمك. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، شهر فضيل ان شاء الله. وانت بخير. اخوي منصور، نبي منك كلمه توجهها لاخواننا الصائمين كنصيحه في شهر رمضان المبارك. والله طبعا شهر رمضان شهر مبارك كما تعلم، وننصح اول شيء في الشهر الفضيل بالتسامح بين الاخوان، وايضا ننصح بعمليه المحافظه على الصلوات، انه هذا شهر فضيل تضاعف فيه الحسنات، ونتمنى من كل شخص انه يحافظ على هذا الشهر الكريم، ايام معدوده كما تعلم، احنا الان اليوم 6 يعني ما باقي الا شيء بسيط ونوصل الى اخر هذا الشهر الكريم. أخوي منصور، ظاهرة تنتشر في رمضان وترى أنها ظاهرة سيئة. والله طبعا الظاهر اللي هي ظاهرة الإسراف في الأكل صراحة يعني ظاهرة منتشرة جدا، تلاحظ أن يعني ممكن الطعام اللي يحطونه يكفي حق 50 شخص، بينما طبعا هي المسألة هي مسألة أكل، هي مسألة روحانية رمضان، ونلاحظ فعلا التبذير والناس إقبالهم على المأكولات بشكل غير طبيعي صراحة، ومعظمها كما تلاحظ الرمي، وهذا شيء طبعا حرام ما يصير الكلام. في منصور، كيف لنا ان نغير من العادات السيئه للعادات الافضل في شهر رمضان؟ والله زي ما قلنا طبعا انه الواحد طبعا اهم شيء اللي عندنا المحافظه على الصلوات، وما هي الهدف الاكل؟ طبعا الاكل شيء معقول جدا، لكن كثره الاكل والاسراف في هذا ما ينبغي ولا يجوز. كلمه اخيره؟ اشكر قناه المرقاب اولا واخرا، واتمنى لكم ان شاء الله
شهر فضيل وكل عام وانتم بخير. واحنا ايضا نشكرك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صيام القيام وصالح الاعمال. شكرا لك اخوي منصور. الله يكرمك. شكرا لك. شكرا حبيبي. الله يعطيك العافيه. معنا احد الاخوان نتعرف عليك. نادر نايف الجعيد. نادر نايف الجعيد. حياك الله اخوي نادر. الله يحييك ان شاء الله. نبارك لك في شهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك وبارك لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي والشعوب العربية وجميع الشعوب الإسلامية بالشهر الكريم هذا، والله يعود علينا وعلى جميع الأخوان المسلمين بالخير والبركة إن شاء الله. أخوي نادر، نبي منك كلمة توجهها لإخواننا الصائمين، كيف لنا أن نستفيد من شهر رمضان المبارك؟ فعلا شهر رمضان فرصة عظيمة جدا، وهي تجديد للصلة بالله سبحانه وتعالى، فلا بد يعني نستغل حنا هذا الشهر فعلا استغلال يعني كامل جدا، وما نكون في غفلة وننتبه ونحاول نحسن من علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، نواظب على الصلوات وطبعا قراءة القرآن، وكلنا أيضا كذلك يعني يكون القرآن له نصيب كذلك كبير في هذا الموضوع، وهذا من الأشياء أعتقد إن الحمد لله أن الله من علينا بهذا الشهر وجعله شهر روحاني، يعني صراحة شيء جميل جدا يعني، والحمد لله أن تزيد عندنا الأشياء هذه، وأتمنى أن نثبت بعد رمضان برضو على هذا الشيء، نستمر على ما. نعم بإذن الله. طيب أخوي نادر، ظاهرة تنتشر في رمضان وترى أنت أنها ظاهرة سيئة؟ في ظواهر يعني في رمضان تنتشر، يعني مثلا ظاهرة الإسراف في الأكل صراحة يعني، وهذا شيء يعني حتى صارت تتناقل الصور المواد الإفطار، وصار الناس لها اسلوب جديد يعني غريب جدا، وهذا يعني بصرف النظر يعني هذا شيء يعني تبذير، وهذا شيء لا يجوز، وانصح اخواننا صراحه تتجنبوا هذا الشيء، يعني حاول انه يقتصد بما يعني يكفيه يعني، ولا يعني تزيد عن الحاجه يعني. وفي برضه اعتقد في ظاهره التسول بعد في رمضان، وهي منتشره جدا، والناس يتعاطفون دائما يحاولون في الشهر هذا، لكن اعتقد في قنوات اخرى ثانيه للعطاء والواحد يتصدق بالطريقة الصحيحة. أخوي نادر، بما أن في شهر رمضان، وشهر رمضان معروف شهر التسامح شهر العفو، كلمة توجهها لكل من بينهم خصومة أو. نعم طبعا هذه فرصة فعلا فرصة جميلة جدا، أن كذلك يعني لأن متعارف عليه في رمضان زيادة الناس زيارات الأقارب وصل الرحام، وهذه أشياء متعارف عليها يعني عادة في رمضان الأشياء هذه، وما أعتقد أن في يعني من يعني يفرح برمضان ولا، وفرحة هذه ما تغسل شيء في قلبه يعني، إذا كان زعل أو شيء أو حاجة، لأن دائما تبقى التسامح هو الشيء الأجمل في رمضان، والعفو وصلة الأرحام والشيء. كلمة أخيرة أخي نادر. صراحة يعني أتمنى أن نستفيد حنا من التطور اللي احنا فيه، ومن قنوات الاتصال هذه بطريقه يعني ايجابيه، وما يزيد يعني النمو الفكري في الناس هذه يعني في مجتمعاتنا، واحنا دائما ناس يعني يعتبر مجتمع طيبه اسلاميه طيبه، واتمنى الخير للكل واشكرك. واحنا نتمنى لك الخير ونشكرك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين الصيام والقيام وصالح الاعمال. شكرا لك اخوي نادر. شكرا لك. شكرا. بيض الله وجهك. معنا احد الاخوان نتعرف عليك. عبد العزيز مستور شايف الحارثي. حياك الله يا اخوي عبد العزيز. الله يبارك. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير، طال عمرك، شهر مبروك علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا، وهل امه محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك لهم بالشهر الكريم، واتمنى لهم التوفيق، واتمنى لهم الاجتهاد في هذا الشهر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والقيام بالصلوات وصلوات التراويح، واتمنى منهم بعد الله سبحانه وتعالى بعدم تاخير الصلاه في اوقات متاخره، واتمنى بانهم طال عمرك يكونون مهتمين في وقت الصلوات اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن أغلب الناس يسمر لين الصباح ويصلي الفجر وينام ما يصحى إلا بعد العصر، فأتمنى من إخواننا المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأتمنى لهم بالاجتهاد في الصلوات جميعا، وشهر كريم
وشهر الخير، ونتمنى لهم بالاجتهاد انها فرصه لهم بعد الله سبحانه وتعالى في السنه مره واحده، ونتمنى لهم التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شاكرين، شكرا شكرا، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صيام ان شاء الله. شكرا. معنا احد الاخوان، تعرف عليك؟ انس القرشي. حياك الله يا اخوي انس. هلا والله، نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك اخوي انس. نبي منك كلمه توجهها لاخواننا الصائمين في هذا الشهر الكريم. والله اقول لاخواننا الصائمين ان انصحهم يتقون ربهم يعني ويعبدون ربنا ربهم يعني، وانصحهم يعني شو اسمه يعني يقرون من قراءه، يكثرون من قراءه القران، خاصه هذا شهر رمضان يضاع فيه الاجور، وش اسمه ويعبدون ربهم ويحافظون على صلاه التراويح. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى التراويح من قام الليل في 10 ايات كتب من ما كتب من الغافلين. اذا صلى ايش اسمه عليه الصلاه والسلام في معنى الحديث، وانا نسيت الحديث هذا. وانصحهم يدعون ربهم ويتقون ربهم. طيب، ظاهره او ظواهر تنتشر في رمضان وترى انها سيئه؟ والله يا اخوك اشوف يعني الرجال الكبار الله يصلحهم، يعني رجال حارة يجيبون اطفالهم المسجد ويذون على المصلين يعني صلاتهم، يشوشون عليهم الصلاة. يشوشون عليهم صلاتهم، يعني ما يخلي الواحد يخشع صلاته، ولا يعني يجي الرجال اللي بيخشع صلاته والله ما يقدر، واللي يجي ياخذ من المويه، اي الاطفال ياخذون من المويه ويلعبون فيها ويرمونها من هذا القبيل. كلمه اخيره. والله يا عاد امسح الشباب تقول ربهم يرجعون يعني يقرون ثم قراءة القرآن، وهذا كله. شكرا لك أخي أنس. شكرا لك، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين. شكرا آمين. لك. معنا أحد الإخوان، تعرف عليك؟ معك منصور الجعيد. حياك الله أخي منصور. الله يبقيك. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك ونعد علينا وعليك وكل عام بخير إن شاء الله. آمين. أخوي منصور، نبي منك كلمة توجهها لإخواننا الصائمين في هذا الشهر الكريم. وجه لهم كلمة بالصوم والصلاة في وقتها، والمحافظة على قراءة القرآن وورد يومي، والمحافظة عليه طيلة الشهر، محافظة على الصلاة والقيام وصلاة التراويح مع الجماعة، وعدم التكاسل في أداء العبادة والطاعة بأي شيء من الانشغال بالأغراض ولا بالأسواق أو أي شيء ثاني. طيب أخي منصور، ظواهر ترى أنها تنتشر في رمضان وهي ظاهرة سيئة. ظاهرة التسوق في نهار رمضان وفي رمضان بشكل عام. غيرها الإسراف كيف؟ ظاهرة الإسراف في الطعام كأننا مدخلين موجودة على هذه الظاهرة؟ نعم، كأننا مدخلين على حرب وليس على رمضان. إيش نصيحتك لهم؟ صحهم برمضان شهر عبادة وتأني في الطاعات وتقرب إلى الله، ما يحتاج يعني هذا الإكثار من الطعام، فلينظروا الدول المجاورة يعني نحن في نعمة ولا الحد. كلمة أخيرة أخي منصور. أحب أبارك لجميع المسلمين وقل نعد علينا وعليكم رمضان بكل عافية والصحة وسلامة، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، ونشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. العفو، إن شاء الله تقبل منا ومنكم وجميع المسلمين. آمين. شكرا أخوي منصور. شكرا. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك؟ علي الشيخ. حياك الله أخوي علي. الله يحييك ويبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك إن شاء الله ويعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالعفو والعافية إن شاء الله. آمين. أخوي علي، نبيك عبر شاشة قناة المرقاب توجه رسالة ونصيحة لإخواننا الصائمين، كلمة. الله يتمنى الجميع إن شاء الله دوام الصحة والعافية، وننصحهم بعدم الإسراف في الوجبات وتقوى الله والصلاة وصلة الأرحام، وهذه أمور كلها متعلقة بكل أوقات في شهر رمضان، لازم تكون إيش نجددها ونجدد العهد بها بهذه الأشياء. طيب، نصيحتك للناس اللي يسرفوا في الأكل في رمضان؟ والله أتمنى لهم يا أخي الله يعيننا وياهم إن شاء الله على 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 أنهم يأخذوا على قدر حاجتهم، وفي ناس في أحوج بالشيء هذا، والله يديم علينا الأمن والأمان في هالبلد، والحمد لله احنا بخير نعمة. يجب ان احنا نحافظ على هالنعمة. صحيح. اللي الله اعطانا اياها يجب ان احنا نحافظ عليها. كلمة بدون اسراف.
نعم. وشكرا لقراءة المرقاب وشكرا للجميع. احنا نشكرك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا شكرا لكم المسلمين الصيام والقيام وصالح الاعمال. شكرا لكم، الله يتقبل منا ومنكم. نعم. ومع السلامه. امين. شكرا لك، مع السلامه. مشاهدينا الكرام، الى هنا ونصل وياكم الى نهايه حلقتنا هذا اليوم، الى ان نلقاكم غدا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.